مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، لقاء اليوم مع الأستاذة ليلى العماني، مستشارة قانونية شيئا ما مثيرة للجدل. مشاهدينا الكرام، تبعتوا معنا القصة الأخيرة اللي كتتعلق بفاجعة حي الرحمة والتصريح اللي دوات فدوى اللي فقدات والديها حول بعض الخرجات ديال ليلى. ليلى من الطبيعي جدا لها أدبية الحوار ولا نشجع ما يكفي أنه تجيب على تساؤلات المغاربة في خضم الموضوع. انتقادات كثيرة طقت ليلى، غنشوف معها الموضوع. ليلى شكرا لك أنك التواصل ديالك مع الرأي العام شي حاجة عندك مهمة. هاد الملف ديال حي الرحمة دخلتوا فيه على الخط كتنوبوا كتدافعوا على المتهم الرئيسي، كيفاش شفتي انت الملف؟ السلام عليكم سي يوسف، مرحبا بك، اهلا بك مره ثانيه. كنحييوك لانكم كتابعوا وتواكبوا الملفات الشائكه اللي تنقول. اولا غادي نقدم تعازي للاسره ديال المرحوم والمرحومين، سواء العائله ديال الناس المطالبين بالحق المدني او الشخص المتهم، لان حتى هي الاسره ديالو. وهذه فاجعه كبيره هزت الراي المغربي وملف شائك جدا، وكان خاص لابد اننا نثيروا فيه بعض النقاط اللي مهمه. الموضوع حنايا ما جيناش ودخلنا له هكاك، حنا يتصل بنا الناس ديال المتهم اللي جاو عندي وقالوا لي درسي لنا الملف وقول لنا واحد النقط رجعونا غامضين، وحتى الجانب الاخر حتى هما شافوا ديك النقط غامضين. منهم ان واحد شخص واحد ما يمكنلوش يقوم بقتل 6 ديال الناس من عائلته وكيبغيهم، ويعني دمه ولحمه ويديرهم بهذيك الطريقه البشعه. اذا اللبس اللي كاين والتساؤل اللي كاين فينا هما الاخرين. وكاين واحد النقطه واحده اخرى، هي ان المتهم لم يكن يتواجد بالمغرب ولم يكن بامكانه ان يدخل الى المغرب، لان اخر الدخول ديالو كانت في 2019 وانه تم القاء القبض عليه في 2023 بمدريد. راكم شفتيو لي فيديو وهادشي كامل. فاذا هاد الملف مني انا عطاوني الدراسه ديالو، بان ليا كاينين بزاف ديال النقط اللي خاصنا نثيروها للراي العام باش توصل للسلطات. احنا ما كنقصوش من العمل بطبيعه الحال ديال الشرطه القضائيه او الشرطه العلميه المشكوره اللي جات لعين المكان ومسرح الجريمه، ولكن محقنا اننا نتساءلوا على بعض النقط اللي كتير استغراب في هذا الملف هذا. ومنها مثلا القنينات ديال البنزين اللي هي 5 لتر، كيف يعقل انها كانت تتواجد بالمنزل، وكيفاش انها تشرات ومنين تشرات وعلاش تشرات، وشكون اللي شاف هاد الناس، شاف شي حد مطلعهم لهذا المنزل هذا؟ لانه لا يعقل ان واحد في اسبانيا واخا يمشي الاوديو على اساس انه كي يقول واحد الكلام على واحد الجريمه وغتطابق معها، لا يعقل انه يكون دخل المنزل وحط هذا البنزين هذا ووجد هذا العده الكامله من اجل انه ينفذ ذاك الجريمه. كاين مسائل واحده اخرى اللي هي ان باب المنزل كان موصدا، لانه من جاوا باش يهرسوه من شافوا الدخان طالع راه ما قدوش يهرسوه، تدخلوا من عند يعني كان مسدود من الداخل، ما كان حتى انهم طلعوا من عند السطح ديال الجيران وعاد اللي وراهم كيفاش انهم يدخلوا. كاينه نقطه واحده اخرى اللي هي الكلاب المدربه، ان الاستغراب هي اولا كيف ان هذه الكلاب تتواجد بهذه المنطقه وبهذا المنزل، لان احنا عاده عندنا ماشي اي واحد كيمكن اللي يجيب الكلاب جوج ومن نوع الشرس اللي كيمكن له يخليهم عنده في الدار ديالو. اذا كانت هذاك الكلاب عندها شي مغزى، عندها شي احتياط من شي حاجه، عندها شي خوف من واحد المساله، لان حنا نعرفوا الكلاب مجرد خصوصا هذاك النوع اللي كاين عندهم، انا مجرد ان واحد كيقرب حدا المنزل الا ان كيكون النباح وكيكون الاعلام ديال صاحب المنزل واصحاب المنزل انهم يردوا البال بان راه جاي شي واحد غريب. فما يمكنش ان الشخص اللي كاين في اسبانيا فرضا انه كان جاء هو راه ما جاش، لان الدخول ديالو يكون بطريقه قانونيه بالباسبور بهذه بالطبع عندنا حنا هذيك الوثائق كاملين، انه غيعرفوه هاد الكلاب خصوصا بعد مضي واحد 3 سنوات ولا شي حاجه ما يمكنلوش يعاود يعرفك وغيسكت. اذا اي واحد غريب على ذاك المنزل الا والكلاب انها كتدير واحد رده الفعل اللي اصلا هما كاينين على ودها، ان كاينين ربما كاين شي حد كيهدد ولا شي حاجه داروهم على هذيك الاحتياط هكا. يعني الاستاذ غيطرح سؤال، اعتقد انت طلعتي على الملف والمحاضر
الضابطة القضائية درت مجهود كبير تقريبا 245 الرقم بالضبط اللي دازوا في الأبحاث. علاش اعتمدت على هذا بالضبط؟ وعلاش ما ذكرتيش لي داك الأوديو كيفاش كتشوفيه انت؟ يعني 245 والخيوط كلها تميل هذا اللي في الإسبان. نعم. يعني الضابطة القضائية علاش هذا بالضبط والنيابة العامة ودارت لي سك الاتهام في نظرك انت؟ نعم، شكرا على السؤال الوجيه. أولا احنا تنعرفوا بأن في القانون الجنائي المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، ما يمكنناش نقوله لا قاتل ولا دار ولا حرق ولا شي حاجة لأن المسألة أمام القضاء. ثانيا أن النيابة العامة عندها سلطة الاتهام وقاضي التحقيق عنده سلطة الاتهام، راه مجرد الشبهة مجرد واحد المسألة عنده الحق يتهم فيها الواحد. راه حنا كنشوفوا بعض الأحيان كتكون مثلا واحد الحملة ديال واحد المخدرات في واحد الحي كيديو حتى واحد ما داير والو وكيقول له كنتي واقف معاهم، اذا حيت هذيك السلطه مطلقه بلا ما كتكون مرتكزه على شي حاجه بالضبط. هذا جواب في القانون الله عارف، النيابه العامه اذا شكت اعتقلت، اذا شكت تابعت، ما عندنا اشكال. لا بغيت نشوف كيفاش كتشوفي انت الزاويه اللي كتشوفي سبب الاعتقال ديالو. بالضبط، خلي لي دابا القانون. انا عارف تبارك الله الا فتحت لك هذا الباب موسوعه وهذه مساله اعلم وجيدا. لا هذا السيد بالضبط علاش 245 علاش تم هو بالضبط الاختيار ديالو وداك الاوديو مفصل وكيقول فيه داكشي اللي وقع مع الجريمه، كيفاش كتشوفيه انت بحكم كدافع عليه؟ لا ماشي كدافع لي، انا لست جهه الدفاع، انا كندير الدراسه في الاستشاره القانونيه، كنديروا الدراسه. الدفاع راه هي الاستاذه زين بخيار. اما هذه المساله اللي قلتي لي، اكيد ان اي خيط يمكن له يوصل للحقيقه والعداله الا ويجب اثارته. فالنيابه العامه والسيد قاضي التحقيق المحترم لابد انه ربما داز من هذا الجانب هذا باش غادي يجر الخيوط، لان خاصه نعرفوا بان هذا الاوديو غيتم التساؤل امام الهيئه كيفاش جا هذا الاوديو، شكون اللي توصل به بتاريخ اللي توصل به، لمن تحال هذا الاوديو، علاش دار غندار الخبره، راه دارت واحد الخبره من طرف المختبر على الصوت على الحاله على هذه على هذه. اذا هذا الشيء تيجر المحاكمه، والمحاكمه العادله شنو تدير؟ تدير انها اذا ما اقتنعتش بواحد الخبره كدير حكم تمهيدي وكتخرج واحد الخبره قضائيه اللي كتكون ملتمسات وطالب حكم تمهيدي ويتم احاله مره اخرى مثلا داك الاوديو او شنو جا في المضمون ديالو التاريخ اللي جا فيه وتطابقه مع هذه، لان كيمكن هذاك الاوديو جا قبل من الواقعه، معنيته انه التخطيط اليها، تخطيط الى هذه او تخطيط الى ان تصبح مطابقه لها، مطابقه للفعل. وغادي يشوفوا التحريات اللي دارت الشرطه العلميه مشكوره من هذا المنبر، 77 عينه اللي خدات من مكان مسرح الجريمه، وغادي يشوفوا اعاده تمثيل الجريمه، لان ما يمكنلكش واحد الشخص اللي غيكون بوحده وسته ديال الافراد اللي غادي يكونوا توفاو في هذه الفاجعه هذه اللي مع عائلته غيكون دار هذا الشيء بوحديته بلا ما كيكون واحد العينات اللي تخدا واحد الاثار اما ديال مثلا رده الفعل ديال واحد الشخص او لا. راه حنا تنعرفوا بعض القضايا راهيش شعره وحده كتمكن لها تبدلك عبر الميكروسكوب والشرطه العلميه شكون اللي كان قريب حدا العافيه، لان راه كاين واحد المعلومات علميه دقيقه كتاكد لك بان هذاك كان حدا الواقعه وهذاك ما كانش حداها. الدراسه اللي درتي دابا استاذ الميف، كيفاش كتشوفي انت الوضع للمتهم ديالك؟ حنا تنقولوا المتهم هي بالعام اللي متابعه ممثله الحق العام، هذا هو اللي كاين. كيفاش كتشوفي انت بحكم الدراسه درتي لهذا الملف، كيفاش كتشوفي الوضع ديالو؟ اولا انت نقول ما يمكنش يكون هو دار هذه الواقعه بوحديته، لانها هي داخله في المنطق، واخا كتكون بغيتي تشوفها من الناحيه القانونيه تشوفها حتى من ناحيه ايدي معيد بوحديته، يعني 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 كتايدي هو بعدا مبدئيا. لا ما يمكنش، قلت ما كنايدوش، ما كنايدوش لان ما كانش، راه ما يمكنش من المنطق ان واحد ما كاينش وغادي يدير واحد الواقعه، لان مزيان قلتي لي راه ما يمكنش يكون دارها بوحديته. انا عاودتها لك، هذه الواقعه اللي توفوا فيها ست الناس اللي حنا كنعزيو الاهل ديالهم بهذه الفاجعه هذه يكون دارها بوحديته. اذن الا كانت غتكون دارت فردا راه خاص يكون واحد اكثر من هاد الاشخاص، لان الفعل كاين في الطابق الاول الطابق الثاني، كاين الكلاب تم الاغلاق عليها يعني السطح، كيفاش القنينات ديال الغاز لم تنفجر، راه خسره مع النيران، راه لابد ان القنينات ديال الغاز انها تنفجر، ما يمكنش غير ينبعث منها واحد الغاز بلا ما تكون هذه او لا هذه. اذا في المسرح الجريمه باقي كاينين واحد الحيثيات اللي امام القضاء يمكن اثارتهم، وخصوصا هذا الاوديو اللي علاش الزمن فوقتاش توصل وكيفاش انه ما تمش تبليغ عليه ولمن مشى مره واحده اخرى، وهذه تقدر تدخل في
الخبره ديال الهواتف النقاله اللي ربما انا ما نشوفش الاستراتيجيه ديال الاستاذه زين كنحترمها من هذا الباب، انها تقدر دير خبرات تطلب ملتمسات ديالها كدفاع ويخرجوا واحد الخبرات ديال شنو الهواتف النقاله اللي كانت تتمركز بمحيط المنزل وداخل المنزل وخارج المنزل، خصوصا كاين واحد الكاميرا ديال الجيران ولو ان الكاميرات ديال المنزل تم تخريبها لان كاين قالوا بان تقطعوا من سطح واحد السلوكه وهذه، فكاينه ديال الجيران. وانا كان انا عندي اليقين ان السلطات راه ما كتغفل حتى شي جانب وحتى واحد ما تيتظلم. لا ديك الاستاذ عزيم، وانت بحكم انه كاين واحد التلاؤم وتناغم بيناتكم بجوج، انت في الدراسه وهي في الدفاع، كيفاش كتشوف هي ملي سمعت القصه وشافتها هي الملف، كيفاش كتشوف هي الملف؟ وهي ضروري خاصها دار حطات النيابه ديالها كدفاع، وحنا كنعرفوا بان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، عند الحق تدافع على شي واحد وليكن انه متهم، وكتبقى الحنكه ديالها وكتبقى انها. سمحتي لي بين قوسين، هذا راه عكس احدى التصريحات ديالها، كتقول انا حقوقي ومحاميه، كتقول انا دائما ادافع الملفات اللي فيها الضحيه، وفي هذا الملف هو العكس، هذا راه كلامها، وتصريح كاين موضوع يعني الواقع شيء اخر، لان بحال دابا شفنا ملف طارق المشوق راه متهم بالقتل وراه عنده حكم ابتدائي بالمؤبد، ومع ذلك انها بقات كدافع عليه وجابت واحد الحيتيات اللي ما كانوش معروفين. ذكرتي معايا استاذه هذا الملف ديال طارق المشوق مزيان اللي جبتيه ليا، انا اعتقد كانت على بعد ثلاث او اربع ساعات قبل من الحكم، وكنتوما نتوما شاريين الحلوى ومعط النفاخات وكتقولوا البراءه خارج السيد، يعني واش ما كتشوفوش ان التسرع استاذه صعب؟ شو كتقول السيد خارج في الحكم سمعتوا المؤبد. نقول لك حنايا ماشي هو القضاء اللي غادي نحكموا انه البراءه ولا ماشي البراءه. ثانيا انه كان واحد اللبس في الملف ديال طارق المشوكر بانه كانت تامر السيد قاضي التحقيق باش انه يجري واحد الخبره على الدس ديالو على اساس انه كان معنف، وحنايا بقينا كناضلوا من اجل هذه المساله هذه، ولكن القضاء له رايه وحنا يحترم، ما يمكنناش نقولوا لهم علاش نتوتوا. كيقول لك سير المرحله ديال ماشي استاذه كديني القضاء، انا تنقول لك وهبلت الاستاذ، انا كنقول لك انا كنشكرك مبدئيا، انا تنعرفك تتحاوري ما عندنا اشكال، ولكن استاذ انا ما توريش لي داكشي مرور الكرام، انا تنقول لك الخارجه ديالكم نتوما خلي القضاء، انا هنا معاك في هادشي اللي قلت القضاء وقلتها الى عقلتي، قلت لهم القضاء هو صاحب القرار، ولكن الخارجه ديالكم لا مسؤول خارج، هذا كلامكم. واش كتكون عندكم العاطفه كيكون عندكم تفاعل؟ ما فهمتش انا، هذيك الوقيت كنسمع قلت لك واش ريتو الحلوه وفرعانين وغتمشيو حدا السجن، في الاخر كتسمعوا انه الدري خدا المؤبد. كنقولوا انه بريء فهمتي، لان عندنا ان الامر ديال السيد قاضي التحقيق لم يتحقق ولم يقع، لانه مني امر انه دار لي خبره على الدس ديالو على اساس تعنف راه ما تماتش، فاذا هذه نقطه مهمه بدليل انه دابا في مرحله الاستئناف النيابه العامه مشكوره شككت في ذلك الاقوال وانها امرت بخبره اخرى، اذا انها ما بقاتش في نفس التوجه ديال صافي هذيك هي الاقوال الاخيره هذه، لان مجرد ان النيابه العامه كتشك كتفتح المجال امام المطالبه بخبرات اخرى، وفعلا تمت الخبره. وهذا الملف هذا راه فيه بزاف ديال العينات اللي تخداو واللي خاصهم حتى هما دار لهم واحد تحط الخبره ديالهم، اولا خاصهم يترجموا باللغه العربيه لان عندهم الخبره باللغه الفرنسيه، حيت نعرفوا دائما الشرطه العلميه تتخرج باللغه الفرنسيه، وبالتالي ان المحكمه الى جاتها باللغه الفرنسيه يمكن استبعادها، وداك الشيء علاش الدفاع عنده الحق يلتمس ترجمتها او يترجموها من تلقاء نفسهم او مترجم محلف لدى المحاكم، وبالتالي عاد كتكون المستنتجات بعد هذه الخبره او الامر بخبره تكميليه او بحث تكميلي. بحال دابا هنايا راه ما كاينش مسرح الجريمه، ما كاينش انه اعاده تمثيل الجريمه، كاين واحد المسرح ولكن لم يتم اعاده تمثيل الجريمه، وفي طريق المشوق عفوا انه كان تمثيل الجريمه ناقصه ولم يتحقق هذيك الواقعه ديال راك شفتيوها في لي فيديو. استاذه انا راه كنسولك على حاجه وكتعطيني حاجه اخرى، انا كنسولك انا غنختصر لك، كنسولك على بعض الخرجات، تبارك الله راه شخصيه معروفه وقد تناولي الملف مع مجموعه من المنابر وكل شيء كيتبع، وهذه الخرجات ديالكم كتكون تميل للاحكام بعض الاوقات، وفي نفس الوقت في نفس الوقت كنلقاو العكس، وكاين عاوتاني مشكل الخلط في المواضيع. هذا المسؤول اللي قلتي رغم سمعناه في ديال الكولونير، واش علاقه هذا الملف بهذا الملف؟ داكشي تخلط هاد يعني هاد الخلط في المواضيع وهاد الاحكام شبه
حنايا ما عندناش الحق نصدروا الاحكام وما كنصدروش الاحكام، حيت لا سلطه فوق سلطه القضاء. حنايا تمشيو مع الدراسه اللي عندنا وتنقولوا هذا الجانب ما تمش العمل فيه، وهذا راه كاين نقصان، وهذا كاين. علاش عليك انتقادات لاذعه يا استاذه ليلى؟ دابا حيديني انا قولي لي، راه كتشوفي اليوتيوبر والمناظر علاش كيقول لك استاذه كتصدر احكام في نظرك؟ لا 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 ابدا ابدا، ما عمرني ما كنصدر الاحكام، وانني سنبقى متشبته بالاقوال ديالي وكناضل من اجلها الى ان تصير الحقيقه، لان الهدف هو تحقيق العداله. ديال سلام ما تلاقيتيش معهم في المحكمه استاذه كما قالوا؟ قلتي لهم لا هذاك المتهم غيخرج براءه؟ هذا كلامهم سمعتيه؟ لا انا اولا ما كنعرفهمش، ثانيا انا مني مشيت للمحكمه كانت الاستاذه زينب طلبت مني انني نقلب لها على رقم الملف، وانني ما تنعرفهمش باش نقول لهم هذا الكلام، وما يمكنليش نقول انهم غادي يخرجوا براءه او لا ما غيخرجوش قبل ما يقولها القضاء، لان ما عندناش حنايا السلطه، راه باقي ما تناقش كاع الملف اصلا، ما شافوا حتى الشكل حتى شي حاجه، فكيف يعقل انني غادي نقول هذا الكلام هذا باش انهم يعتبروا ويلحقوه بيا؟ انا تنقول من هنايا ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته للجميع، ماشي انا تنقولها، راه القانون اللي تيقولها، ولحد الان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. الجواب اللي عطيت قبل ما جاوبتينيش عليه هو فيما يخص الاستاذه زينب، كيفاش كتشوف هي هذا الملف؟ ما يمكنليش نهضر في بلاصه الاستاذه زينب في الغيبه ديالها، ربما هي عندها كدير الدراسه انت وياها وكتلقى انت وياها انت كتكتبيني وكتمشي انت وياها المحكمه وكل شيء حافظه يا استاذ، ما عارفك صريحه مع الراي. لا هي عندها استراتيجيه ديال العمل ديالها تحترم، وعندها ذكاء راه كيعرفوها الناس، وعندها خبره ديال 40 سنه ولا 45 سنه، ما يمكنناش حنايا نقولوا لها شنو غديري ولا ما ديريش، غتشوف شنو اللي غتقدمه وشنو اللي هادي في صالح العداله حتى هي، لان ماشي هي اللي كتدخل الناس للسجن اولا كتخرجهم من السجن، راه القضاء هو اللي هي هما كيتسموا مساعدين وهما ليسوا ملزمين بالنتيجه. اخر سؤال عندي معك استاذه هو خف الموضوع نيت ماشي ديال سلا ولكن في مواضيع اخرى. الا تلاحظين انك تكون عندك شيء ما واحد الازدواجيه في الخطاب؟ نذكرك بملف كنت يا استاذه في الملف اللي عقلتي معايا ديال اصغر ام في المغرب، ديك البنيه اللي تغتصب 12 سنه والمغاربه تبعوا القصه، ومن موراها خداو سنتين كانت واحد الضجه كبيره في المغرب، توفي وزير العدل تكلموا فيها بزاف، من موراها تم الاستئناف خداو 20 سنه. من مجرد جيت انت كتنوبي على البنيه انت كتدافعي، لا 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 ضبطي معايا المصطلح حتى استاذ نضبط، راه كنهضر معاك تلقائي وهي حيد ولا لا كنسحبوا هذا استاذ متعاطفه مستشارة قانونية صافي مزيان متعاطفة مع الملف وهذا اللهم بارك، ولكن من بعد مع صدر الحكم وليتي انت كتكلمي على المتهمين اللي خطاو بانهم ما كيستحقوش هذه العقوبة. هذاك راه حكم ابتدائي، راه خاص الناس تفرق ما بين حكم ابتدائي وحكم استئنافي وقرار استئنافي عفوا وقرار ديال النقد، راه ما يمكنش تبني واحد الحاجة على حكم ابتدائي، راه ماشي ضروري كيتأيد. لا تكلم معك استاذ هادشي ديال القانون ابتدائي وستين في مرحله التقاضي، انا تنقول لك ازدواجيات في الخطاب لما تكون ليلى مقتنعه بحيثيات القضيه وتؤمن في الملف من جميع الجوانب ديالو، سواء هاد الطرف يعني كتشوف هي من الزاويه ديالها يستحق البراءه او شيء من هذا القبيل، ولكن ملي كيمشي للاستئناف كتولي هي ضده كتولي مع الطرف الثاني، كيفاش؟ لا خرجتي في التصريح استاذ عقلتي لا التصريح اللي قلت انا على اساس الكلاب اللي كاينه في القريه وانها غير مشات. تكلم على الملف ديال الطفله. هي ديال الطفله. استنتي وتكلمتي على اللي خدا 20 عام و10 سنين وقلتي بانه ديك البنيه في الاول في التصريح ديالك قلتي بانه كانت عندها 12 سنه طفله، ولكن بعد قلتي لا البنيه كبيره وهذا كتبقى قاصر مهما كانت السن ديالها، ما وصلاش للسن الرشد كتبقى قاصر وهي ابنه الوكيل، ما كنهضروش حنا على السن ولا هذه، حنا هضرنا على اساس ان ملي مشاو يصوروا بعض المنابر ديالكم الاعلاميه راه ما قدوش يدخلوا، راه الكلاب شرسه اللي حاطهم بهاد السيارات ديالهم راه ما تصوروا معاهم داك الشيء، فانا كنقول كيف يعقل انهم دخلوا هاد المجرمين المنزل وداروا هاد الفعل هذا وكل شيء والكلاب ما نبحث معاهم. معاك الملف ديال الطفله 12 سنه. راه على الطفله، راه قلت لك على الطفله القاصر انه ملي مشاو يصوروا بعض المنابر الاعلاميه راه الكلاب دوراتهم راه ما كاينش ما خلاوش يدخلوا اصلا، اذا كيفاش انهم غادي يدخلوا بثلاثه بهم ويديروا هذا الفعل هذا ويكون ان الكلاب ما التحليل هذا سهل الجواب عليه استاذ، ملي كيكونوا الكلاب شرف الله وقدر قدر المغاربه في القرى راه تيعرفوا هما شكون هو اللي جديد، اما الناس اللي من تما ومن الدوار تيعرفوا بلا ما كيدوي الكلب.
ونزيدك واحد الحاجه استاذ باش نكونوا منطقيين، الكلاب هاد الكلاب النوعيه ديالهم عاديه ديال اللي كيمشيو مع يعني كي مع القائد. نكمل لك استاذ بلا توصل، كيكونوا مع القائد خليني نكمل الفكره، كيكونوا مع القاطيع وهذا ياك هادشي تعرفوا حنا راه ماشي مور الكلاب ديال المدينه بحال الفير الملف ديال السلع اللي كتلقى عندهم واحد مدربه وكلاب نيت ساويه، هذاك البيتبول وهذاك المانيروا وهذوك اللغات الاخرين معايا، يعني هذا الكلام مردود عليه حيت تحليل بهذه الطريقه انك توصل للزاويه اللي فيها الحراسه كينبحوا عليك لك انت براني وغريب. السؤال الاخير، الخرجات ديال ليلى في هذه النقطه اللي قلت لك واش كتعيد فيها النظار دابا انه شيئا ما كيكون فيها تسرع؟ لا ما كنعيدش النظار وما عندي حتى شي تسرع، لان هذه كتبقى احكام ابتدائيه والواحد عنده الحق يبقى يدافع الى اخر لحظه في الملفات اللي تيخدم فيها، اذا كانت عنده معطيات وعنده اسباب وعنده اللي غيرفع الملتمسات علاش لا، لان المحكمه كتفتح لك المجال امام انك تطلب اي طلبات وكتستجب لك، ولا ما استجبت لكش كتمشي الاستئناف وكتطلبها مره اخرى، وحتى مورا النقد راه كاينه اعاده النظار وكاينه المراجعه ديال اي ملف اللي بغى يديرو، هذيك مساطر كتخص الاساتذه المحامو تيديروها. استاذ شكرا لك، يعني فيما يخص الاسئله التي تطرح نتمنى انني نكون وضفتها معك مشاهدينا الكرام، كما قلت في السابق استاذه ليلى هي مجازه في القانون مستشاره قانونيه، ولكن بينما الدين والجزر مجموعه من فئات اللي كيعاتبوا على بعض الخرجات هي لها زاويه، والناس كتشوف لهم الحق لانه المغاربه من حقهم انهم يعلقوا على بعض النقط اللي كيشوف فيها تميل شيئا ما للاحكام. ليلى عطتنا جواب وفي نفس الوقت هي تقول بانه قصه ديال سلا، هي قالت يعني ما يسمى بالانكار، انا ما قلتش لهم وهما لهم الحق انه كلامهم من الطبيعي جدا، ويبقى الاساس في جميع هذه الملفات اللي تكلمنا القضاء وصاحب القرار ممكن ان تحلل في الموضوع في الوقت اللي يكون ملف في إطار جلسات كيبقى الرأي، ولكن القضاء لا يحتكم القرار الشرعي، يحتكم ما توفر لديه من قوانين ومن روح القانون هو الأساس. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.